خامسا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال عليه السلام: يوم الوقت المعلوم يوم يذبحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصخرة التي في بيت المقدس. ما هو الوقت المعلوم؟ قال: يوم يذبحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصخرة التي في بيت المقدس. تفسير القمي وفي تفسير البرهان. سادسا عن عبد الكريم الخثعمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إبليس قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، فأبى الله ذلك عليه. هذا من الذي يقول؟ الخثعمي يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إبليس قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، فأبى الله ذلك عليه، فقال الله تعالى: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فإذا كان يوم الوقت المعلوم ظهر إبليس لعنه الله في جميع أشياعه منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى يوم الوقت المعلوم. فإذا كان يوم الوقت المعلوم كر أمير المؤمنين عليه السلام في أصحابه، وجاء إبليس في أصحابه، ويكون ميقاتهم في أرض من أراضي الفرات يقال له الروحاء قريبا من كوفتكم. الآن لما من الآن بعد هذا كلنا صرنا في أمان فكري وفي ثقة فكرية وفي أمان بالله سبحانه وتعالى، كلنا ثقة، إننا على الحق المبين. القرآن قال: تخرج دابة من الأرض. إذن لا نستحي، لا نخجل، لا نتردد، لا نشك أبدا في خروج الدابة من الأرض. نفتخر بالمرسل كما قلنا، لا نتردد في خروج الدابة من الأرض، لا نتردد في الرجعة، في رجوع أقوام، في رجوع أشخاص من الأنبياء ومن أصحاب الأنبياء، من الأولياء، من الصالحين، وفي مقابل هذا أيضا من أئمة الكفر والجور والظلم والعدوان، ومن أتباعهم وشيعهم. إذن بكل ثقة وعلى الحق المبين نذكر هذه الروايات بالدليل القرآني، بالشاهد القرآني وبالشاهد النبوي. يقول: فإذا كان يوم الوقت المعلوم كر أمير المؤمنين عليه السلام في أصحابه، وجاء إبليس في أصحابه، ويكون ميقاتهم في أرض من أراضي الفرات يقال لها الروحاء قريبا من كوفتكم، فيقتتلون قتالا لم يقتتل مثله منذ خلق الله عز وجل العالمين. فكأني أنظر إلى أصحاب أمير المؤمنين قد رجعوا إلى خلفهم القهقري 100 قدم. أيضا هنا لابد من الإشارة إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية سابقة، قال: يا عمر، والله لو قتلته لأشعلتها حربا بين الإنس والجن إلى يوم القيامة. لاحظ، حرب بين الإنس والجن. ألا يصدق هذا هنا؟ قال: جاء إبليس في أصحابه، وجاء أمير المؤمنين في أصحابه. التفت جيدا هنا، أقول أريد أن ألفت إلى هذا، عندما تأتي الرواية على المارقة وتحدث عن العمر الصغير، عن الشباب، عن أحدث الأسنان، فلا يأتي أحد من المارقة من أئمة ضلالة المارقة فيغرر بالآخرين، يأتي بشيخ كبير قد غرر به والتحق بهم ويقولون: هذا ليس من صغار السن، ليس من أحدث الأسنان. هذا سيأتي الكلام مع الرواية وفق الرواية، لكن الشيء بشيء يذكر لا بأس به. هذا لا نعلم هل سنبقى على قيد الحياة إلى أن يأتي الوقت الذي نتحدث فيه في فقه الرواية، رواية المارقة، الله العالم. لكن الآن عندما يأتي بهذا، هل يقدح بالحديث بالرواية؟ لا يقدح، لأن دولة المارقة، الدولة داعش، تنظيم الدولة، الدولة الإسلامية في العراق والشام، داعش، المارقة، الدولة أسست وأصلت وبنيت على أيدي أحداث الأسنان ولهذه اللحظة. إذن من يلتحق بها من هنا وهناك لا يؤثر على العنوان العام، على الهيكلة العامة، على الأساسات والأصول والقواعد والحاضنة واليد الضاربة التي يعتمدون عليها. التفت جيدا إلى هذا الأمر، هذه نقطة مهمة للرد على المارقة. إذن حرب بين الإنس والجن
التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونبه بها الخليفة الثاني ونبه عليها وإليها الخليفة الثاني هي هذه الحرب التي تذكر في هذه الرواية التي يذكرها الإمام سلام الله عليه. إذن حرب بين الإنس والجن. يقول: فيقتتلون قتالا لم يقتتل مثله منذ خلق الله عز وجل العالمين. فكأني أنظر إلى أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام قد رجعوا إلى خلفهم القهقراء 100 قدم، وكأني أنظر إليهم قد وقعت بعض أرجلهم في الفرات. فعند ذلك يهبط الجبار، أي يهبط أمر الجبار عز وجل، فعند ذلك يهبط أمر الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. أقول وهو نفس المعنى القرآني: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. إذن عندنا الأشاعرة، المعتزلة، الشيعة، أهل العقل، ماذا يقولون في هذه الآية، في هذا المورد القرآني؟ يقولون: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فيه تقدير، إلا يأتيهم أمر الله، إلا يأتيهم روح الله، إلا يأتيهم قضاء الله، إلا يأتيهم عذاب الله، إلا يأتيهم حكم الله. ملتفت جيدا، هذا هو التقدير. فالإمام سلام الله عليه استعمل هذا المعنى، استعمل هذا الأسلوب القرآني، فيقول: فعند ذلك يهبط الجبار، أي يهبط أمر الجبار في ظلل من الغمام من ملائكة وقضي الأمر. أقول وهو نفس المعنى القرآني: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. أيضا يقول: وقضي الأمر، ويقول الإمام، يكمل الإمام سلام الله عليه، يقول: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمامه، أمام أمر الله، أمام ملائكة الله، أمام الغمام والملائكة والجند الإلهي الذي يأتي كمدد وبالمدد. من يقود هؤلاء؟ يقودهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ورسول الله صلى الله عليه وآله أمامه بيده حربة من نور، فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقراء ناكسا على عقبيه، فيقولون له أصحابه: أين تريد وقد ظفرت؟ فيقول إبليس: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. قوله تعالى: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فيلحقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيطعنه طعن بين كتفيه، فيكون هلاكه وهلاك جميع أشياعه. فعند ذلك يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، كما في البحار جزء 53 والبرهان في تفسير القرآن وكتاب إلزام الناصب وكتاب مختصر بصائر الدرجات.